يا ترى مين الابراج اللي بتتصالح بسرعه؟ لكل برج نقطه ضعف، بس في ابراج ميزتها انها بتتصالح بسرعه. يا ترى مين الابراج دي وايه نقطه ضعفها؟ بص يا سيدي، نقطه ضعف برج الحمل اللي يستحمل غضبه ويصالحه بسرعه. طول ما انت بتصالحه بسرعه ومش سايبه لدماغه طول ما انت حبيبه. اما بقى برج الجوزاء فهو كده كده هيتصالح، بس اهم حاجه تختار الوقت المناسب. برج الاسد نقطه ضعف الحب، طول ما الاسد بيحبك هيشيلك فوق راسك ويبلع لك الزلط، لكن لو ما بيحبكش قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. اما بقى برج الميزان فهي من الابراج الطيبه جدا، بس طول ما هو غضبان لسانه طويل، فاستحمل لسانه وصالحه بسرعه، هيحبك ويصالحك بسرعه. اما بقى برج الحوت حبيب قلبنا فهو كده هيتصالح وكده هيتصالح وكله بالحنيه بيفك. يا ترى انت انهي برج فيهم؟